الخروج بكرة. اللي جنبك يوسف المزروعي كان يقول اليوم في فقرة لمة الجمعة: يا جمهوري أنا فداكم، يا جمهوري يا جمهوري. يدعم جمهوره، يدين جمهوره، يتعب لأجله. أنت على العكس يا عبد الرحمن، تقول مو بشغلك، هي خربانة خربانة عبد الرحمن. هل هذا كلام ما عليك منا احنا كلام اليوم؟ لا هو أنا أعطيك بس دقيقة أخيرة، ربما تكون آخر دقيقة لك في البرنامج. قول شيء لجمهورك. بس أقول شيء جمهوري، الله يوفقكم ويسعدكم ولا تجوعون زيي. بس سؤال يعطيك عافية، شكرا لك عبد الرحمن. سؤال لا لا بتكفي سؤال. يوسف والله يوسف يا صديقي، خلني أسأل يا منصور تكفون. يوسف اليوم ما شاء الله عليك مسيطر على الهاشتاج في لمة الجمعة، وكل ما حاول يلقون اسم غير اسمك ما حصلوا. اللهم لك الحمد، توفيق من الله سبحانه وتعالى. يبحثون أكثر من مرة، يبحثون أكثر من مرة وأكثر من مرة وأكثر من مرة، ويقولون ما في إلا يوسف في الهاشتاج، ويضطر قامة إعلامية كبيرة مثل أحمد رحيم ولا بهاج الكلب يقول يوسف وراك جمهور. حلو. فيصل الشهري رئيس البلدية يقول عندك حالة نفسية، كيف ترد؟ أول حاجة برد على موضوع الجمهور، الله يبيض وجوههم، وهم مصدر قوتي في هذا البرنامج ومن قبل البرنامج، فلو أشكرهم ما بوفي هذه الحاجة. من ناحية فيصل، والله تبصدك إذا واحد في حالة نفسية تبصدك هو فاصل علينا اليوم. هل العصر جايين أحمد رحيم حط لنا الألعاب اللي جايبنها، صرنا نلعب إحنا والشباب شوي يعني، كان يقول رجع الألعاب مكانها عشان ما تخربوها. كيف خربت؟ أنا بستانس زين. بعدين يوم تكلم عن دبة الماي، دبة الماي مفرورة قدامي، وكنا في حالة ارتباك يعني، نبى نعرف من الناس اللي دخلت بتدخل البرايم، والله العظيم نضايقنا. فيا شفت الدبة يا يوسف، يا يوسف يعني صرفك صحيح؟ اعذرني اعذرني يا منصور، عندي نقطة. تفضل. يوسف انت تقول ضايقنا، احنا ما شفناكم تضايقتوا الا على محمد مرعي وماهر التويماني، اما البقية فلا شفنا انكم تضايقتوا. يعني يونس خرج ما حد تفاعل معه. لا والله لا والله لا والله ابو معيان، خليني اكمل يا ادم يصبر. محمد دعيلم، محمد دعيلم هو اصلا فقد الذاكره على نفسه، يقول هذا برايم ولا نموني ولا كيف. انا اكره الكلام المنمق اللي بينكم، وانت تعرف يا يوسف ان في دهاليز هذه القريه قد دبت المشاكل بينكم بين، واصبحت الامور متوتره. لا والله أنا ما في مشاكل. أنا اليوم بفضل الله بديت أصدق الحين في برنامج واقعي لسببين. السبب الأول، محمد السريعي كان على العشاء على الغداء سأله أحمد رحيم هل أنت تبكون؟ قال لي وأنا أبكي عشان التصاميم. صحيح. الحمد لله ما دام طرت التصاميم هذا يدل الحين في برنامج واقعي. الأمر الثاني اللي صدقت فيه الحين في برنامج واقعي، يوسف المزروعي ما له 23 يوم يقول الجمهوري. يا يوسف المزروعي ما حد يعرف كل أربعة. يا حبيبي يا أبو معيان أنا ما أنتظر منك. جمهور يشغلونه. أنا أول حاجة. أول حاجة. جمهوري يدعمني. قل لا إله إلا الله. من هم جمهوره؟ قل لا إله إلا الله. أربعة. قل لا إله إلا الله. كامل يوم نعزله. قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. عشان تعرف، عشان تعرف إنه وراء يوسف محازم. افتح افتح. افتح تلفونك بتحصل على سنابي نجمة ما يايبنها من تعب بفلوس ما على الفاضي. عادي عادي بفلوس 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 تقدر تجيبها يبها. لا لا بفلوس واحدة بفلوس. الثانية ادخل على انستغرام تحصل فيه 300,000. يا حبيبنا اسمع اسمع يا يوسف المزروعي بعلم شيء 18 مليون هاشتاج يوسف المزروعي في التيك توك. يا يوسف فلا تقول ما عنده جمهور. يوسف يوسف بعلمك شيء. النجمة التي تتشدق بها الآن هذا لا تعني بتشدق فيها لا تعني الأهلية الكاملة لأن يبتها وغيري ما يابها. هذا أولا. ثانيا الجميع يستطيع أخذ هذه النجمة بالمادة، يعني مسألة مش صعبة. خذها بالمادة. الأمر الثالث لا تجي تشغلنا أنت في البرنامج جمهوري جمهوري، أنت ما يعرف كل أربعة. لا والله أني بفتخر بجمهوري ووراي محازم وبيوقفوا معاي. والله يا هذه النسخة مشكلتكم مشكلة. أنا ما أنت يا يوسف مبدع وكويس وجيد وما عندك خلاف، لكن فكونا مسألة الجمهور. اليوم الخمسين لا 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 أبو اليوم لا حقنا أن نشيد بجمهورنا يا أخي ونشكرهم. من حقنا أن نشيد بجمهورنا ونشكرهم يا أخي. يا أخي ما نقول نشكر الأربعة اللي تابعون. اشكر جمهورك بالعافية يا يوسف، لكن التصرف اللي سويته اليوم في الهواء تصرف غير صحيح. أرعن. أنا أعتذر إذا كان تصرف غير صحيح. نبي الاعتذار هذا لأن جالس تظهر قدام الناس مظهر ما هو كويس. حلو. أنا أعتذر إذا كان هذا التصرف غير صحيح، ولكن كنت أفكر إن البث مش علينا، والصراحة كنا والله العظيم نفكر بالناس اللي داخل البرايم اللي بتدخل البرايم. يا يوسف غيرك، غيرك كان بارد يا يوسف، يا يوسف
غيرك كان بارد ولا ودع، وعبد الله المسعودي كان يعطيهم خبر ان فلان نمنيه وما تحركوا من اماكن. انا قلتها لا غير، انا ما علي من غيري، انا علي من نفسي. يوسف انت الان تقول ما علي من غيري وعلي من نفسي، وانتم كنتوا نسخه اللي مع بعض. نحن نسخه الذهب، لكن انت تقول غيرك ما تضايق. انا علي انت الحين ما علي من نفسك. اشكرك يا يوسف، انت توجه رساله الان للمتسابقين، يا متسابقين عليكم من انفسكم. لا 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 تحرف الكلام يا منصور. انا اقول لك غيرك كان بارد. قول لا 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 منصور لا تحرف الكلام. غيرك كان بارد، ليش ما تبرر لهم؟ ليش ما تقول علي نفسي بس؟ منصور لا تحرف بالكلام. ما حرفت الكلام. انت قلت قلت انا ما حرفت. لا انت قلت اني انا اتضايقت، غيرك ما اتضايق. قلت لك انا علي بنفسي اني انا يهموني الناس اللي بتدخل برايم، يمكن انا اكون منهم. عليك من نفسك وما عليك من الناس الثانيه البارده. لا اذا واحد ما ضايق انا اصير اقول له انت ليش ما ضايق. أيوة. لا 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 تقول له، لا تقول له، لا تقول له. انت الان قلت لنا الله يعطيك العافيه، شكرا لك يا يوسف. انا ابغى بخيت بن حليمه. بخيت مطلوب للاخ فهد. قبل بخيت بن حليمه عطنا عبد الله لا شو اسمه كلام عبد الرحمن مساوى لا يروح ويمر مرور الكرام. بدايه قال هي خاربه خاربه، وهذا ينم عن وجود شيء داخل القريه بين المتسابقين. لما يقول فهد معيان مو شغلك، هذا ابدا مو بحوار اعلامي. الامر الاخر طريقه حواره غريبه جدا. انا يعني وصلنا ل 25 يوم وبدات وبدا المتسابقين يعني يطلعون على بعض. اتمنى انه يكون فيه يعني لو تسمحون يرجع عبد الرحمن مساوي للكفش الروم فعلا. لا لا ما يرجع. الامر غريب غريب جدا انه خاربه خاربه. ليش؟ كيف خاربه خاربه؟ إيه خليك معي فهد، انا اقصد انه ليش؟ ايش اللي قاعد يصير؟ واضح عندك شيء انت؟ واضح في مشكله صايره معك؟ إيه؟ وش هي؟ انه يعني فارغ. خلي الفارغ، ما كان هو كذا من البدايه. لا هو اكتشف انه فارغ بعد اليوم العشرين. طيب بس حساب اسمه اماني. احنا نتناقش خلاص، نتناقش مصدق خلاص كم تقول. احنا يا شيخ، يا شيخ عبد الله، الرجل اكتشف بعد اليوم العشرين انه فارغ. تمام قال هي خاربه خاربه، خلينا نطلع برا. هذا ممكن سبب. لكن السبب الثاني طريقة حواره غريبة جدا لما يقول مو شغلك. تفضل. خاربة خاربة. خلاص يعني معناته في شيء أمر صاير بالقرية. فهد سمح لي. بدأ يطلع على. فهد سمح لي أتكلم. تسمح لي؟ تفضل. حساب